نعود من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. والمجلس القومي للتخصصات، المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه، سعيدين جدا في هذه المساحه. معنا الدكتور والشاعر احمد فرح شادول، الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه. مرحبا بك، كيف يا دكتور؟ اهلا اهلا بك استاذه، ومساء الخير عليك، ومساء الخير على مساء جديد وكل المتابعين والمشاهدين للنيل الازرق، ومساء جديد يعني. غايب عننا، غايب عننا فتره كثير والله، معليش بس الزحمه شديده. نخش طوالي في التخصصات الطبيه ولا نمشي جانب الشعر نشوف الجديد شنو؟ بيريحك انت. مرحبا بك كثير. في البدايه نتعرف على يعني المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه. المجلس القومي للتخصصات الطبيه هو انشئ عام 1995، وهو الجهه الوحيده المنوط بها التدريب وتأهيل ومنح الشهادات في التخصصات الطبية والصحية، كل التخصصات، التمريض، القبالة، الصيدلة، كل هذه أضيفت للمجلس الطبي يعني. قبلها طبعا بدأت التخصصات في الخمسينات بالنساء والتوليد، وبعدها جاءت الدراسات العليا جامعة الخرطوم، لكن ده كله أوقف، وهسع بدأ المجلس هو المسؤول الوحيد عن المنح تأهيل ومنح الشهادات من 1995. بدأ بستة تخصصات حوالي 150 طبيب، حاليا فيه 60 تخصص و 60 تخصص كبير. أيوة، وأكثر من 9000 متدرب في كافة التخصصات. الستين تخصص دي فيها 14 تخصص دقيق، أو ما يسمى بالزمالة، اللي هو تخصص ما بعد التخصص يعني. والحمد لله المجلس خريجينه وشهاداته عنده سمعة كويسة كبيرة جدا جدا في كل العالم يعني. سمعة الأطباء السودانيين ما بتخفى على أحد، ونحن فخورين بهم جدا جدا. قبله برضو كنا يعني الناس كان بتخصصوا برا يعني، جيلنا ده نحن تخصصنا برا يعني، لكن هسه المجلس بقى هو القائم بالأشياء دي، وده وفر عملة صعبة كبيرة جدا على البلد، ما يفوق الستة مليار دولار يعني بقت التخصصات هنا. لأنه كان في كثير، في عدد كبير جدا من الطلاب هم يعني بيبحث عن الزمالات. أيوة بالضبط كده يعني. الأجيال السابقة كانت بتمشي في معظمة طبعا في بريطانيا كان والدول الأخرى، لكن بعد تأسيس المجلس بقوا الغالبية العظمى بيشتغلوا هنا في السودان يعني. طيب لو تكلمنا عن المدة. طيب هي طبعا بيمنح شهادة الدكتوراه، الدكتوراه 4 سنة في معظم التخصصات، لكن في تخصصات 5 سنة، في تخصصات 6 سنة مثلا زي جراحة المخ والأعصاب. بالإضافة للدكتوراه السريرية بيمنح الشهادات بتاعت الزمالة. الزمالة ده زي ما ذكرته هو تخصص دقيق فوق التخصص، فوق الدكتوراه. الواحد بيتخصص بياخذ التخصص الدقيق ده والزمالة دي 2 لـ3 سنين. برضو المجلس بيمنح شهادات ماجستير في بعض التخصصات، بالذات التخصصات الصحية زي التمريض والقبالة والمختبرات وخلافه، والتعليم الطبي أيضا، وفي بعض الدبلومات المهنية لكن بسيطة جدا في الحتة دي. جميل. لكن طيب عموما بتتراوح الفترة من 4 لـ5 سنين. نعم. طيب الموضوع ده محصور بس على الناس في الخرطوم ولا حتى الولايات؟ لا لا لا، هو مفتوح لكل السودان أو حتى خارج السودان. التدريب بيتم في الخرطوم، مستشفيات كثيرة، مراكز في الخرطوم. عندنا 7 مراكز بتاع التدريب في الولايات، وتحديدا في دنقلة، في بور سودان، في القضارف، في مدني، في الأبيض، الفاشر، نيالة، 7 مراكز خارجية. نتوقع انه يدخلوا معانا النيل الابيض ونهر النيل وكسلة غالبا السنه دي، علاوه على انه عندنا مراكز خارجيه برضه بيتم فيها التدريب زي ايرلندا وكندا ده لغير السودانيين؟ لا لا، السودانيين، السودانيين فقط. ايوه، عندهم فرص في 6 تخصصات. هسه عندنا عدد مقدر من الاطباء بيمشوا ياخذوا 2 سنين تدريب في ايرلندا، وبيجوا راجعين يمتحنوا وياخذوا شهادتهم من هنا يعني. وتمكنا من اننا نعمل برضه
اتفاقيات مع كندا ومع منظمة اميرجنسي او الطوارئ، على اساس انه يدونا فرص لنوابنا في يوغندا وفي في كندا، وان شاء الله تطبق السنة دي يعني. جميل جدا. طيب احنا عندنا محطة جاهزة من الكنترول، نشوفها ونرجع نواصل. انا دكتورة فاطمة عبد الرحمن، ممتحنة ان شاء الله جراحة عامة، والليلة اليوم جينا لمجلس التخصصات للموك اكزام، فخشينا لنشوف طريقة الامتحان كيف والاستخدام للأجهزة. فكانت عبارة عن 10 أسئلة معقولة يعني عشان تورينتيشن يعني كيف الامتحان. نتمنى التوفيق لكل الجالسين إن شاء الله. نعم، هو دي 3 مراكز حقيقة، ده واحد من مركز الأبيض ومركز مدني ومركز القضارف وواحد من مراكز الامتحانات برضه يعني. طيب نتكلم عن الشفافية، أنت ذكرت وإحنا في المحطة إنه في نفس التوقيت في كل السودان وخارج السودان في نفس التوقيت بيجلسوا نعم طلبة الطب للامتحان. نحن عندنا نوعين من الامتحانات، النوع الأول هو امتحان الدخول والقبول للتدريب، أي واحد عايز ينتسب للمجلس لازم يخش امتحان بيسموه امتحان القبول، ده بيتم مرتين في السنة في مارس وفي سبتمبر. والامتحان الثاني المهم هو امتحان التخرج، كل الناس بتقعد برضو الامتحان بموجب الواحد بياخد الشهادة بتاعته ويتخرج كاختصاصي. امتحانات القبول دي بيتم في وقت واحد وبيتم في السودان في الخرطوم وفي 7 مراكز اللي ذكرناها في الولايات وفي 4 مراكز خارجية في جدة في الرياض في الشارقة في الدوحة في نفس الوقت نفس الامتحان. وبالتالي القاعد الممتحن في الدوحة والممتحن في نيالة والممتحن في دنقلة في نفس الوقت. طيب منو اللي بيخد الامتحانات دي؟ كل تخصص بيضع الامتحان بتاعه، يعني ناس الجراحة بيضعوا هم الامتحان بتاعه، ناس النساء والتوليد بيضعوا هم الامتحان، وكلهم سودانيين؟ كلهم سودانيين بالنسبة للامتحان بتاع الجزء الأول والجزء الثاني. لكن في الامتحان بتاع التخرج بنجيب ممتحنين خارجيين من الدول المختلفة، من بريطانيا من إيرلندا من دول كثيرة جدا، ومن مؤسسات ذات مستوى عالي مثلا الكلية الملكية المؤسسات الجامعات المعروفة، لأنه ده بيديهم فرصة في إنهم يقيموا الشغل بتاعنا، بيقيموا المنهج بتاعنا، بيقيموا الامتحان ذاته، بيقيموا المدربين، بيقيموا الممتحنين الداخليين، بيقيموا طريقة الامتحان والممتحنين، وبالتالي بيكتبوا تقرير، التقرير ده بيرفع من أسهم شهادة المجلس برا، ده يعمل لنا الاعتراف الخارجي الكويس. طيب يعني آلية تحديد الرسوم في المجلس؟ هي بتتم شراكة ما بين المجلس وما بين المالية، لكن الشيء المهم انه بنشوف التكلفة الفعلية لكل منشط، يعني مثلا التدريب بيكلف كم، الامتحان بيكلف كم، الامتحان الاول بيكلف كم، الثاني كم، وبعدين بنضع الحاجة، لانه نحن جهة خدمية
بتدينا المالية الميزانية بتاعتنا، وبالتالي لابد من انه يكونوا عارفين تماما التكلفة. الامتحانات عشان تاخد الشكل او المعيار العالمي بتتعامل بطريقة منضبطة جدا وعلى مراحل مختلفة. يعني مثلا الامتحان الاخير بتاع التخرج بيكون فيه جزء امتحان تحريري اولا، بعد ذاك بيجي امتحان عملي. العملي ده ذاته فيه 12 محطة بيمشي لها الواحد من محطة لمحطة، كل محطة فيها 2 ممتحنين وبيكون معاهم الممتحن الخارجي. فعشان السمعة الطيبة، عشان المعايير العالمية دي، بيكون الامتحان مكلف جداً. طيب المجلس يعني بيقطع علاقته بالممتحنين بعد ما يتخرجوا، ولا بيكون في شكل من التواصل؟ والله أشكرك على إنك ذكرت النقطة دي. حقيقة الخريجين بتاعنا المجلس حريصين جدا على انهم يكونوا على علاقه بالمجلس، وبيقدموا دعم خرافي، ما دعم مادي لكن دعم في اشكال مختلفه، دعم اكاديمي، بيقدموا محاضرات اونلاين هم قاعدين برا، بيشاركوا في تنقيح وتحديث المناهج، بيشاركوا في عمل البحوث وتدريب الناس عليه، بيشاركوا في تدريب الناس على اخلاقيات المهنه، يعني مشاركات كبيرة جدا جدا. وبالتالي ده خلانا برضو مواكبين، يعني النواب بتاعنا مواكبين للتطور العالمي. ده كله بفضل خريجي المجلس ودي حاجة جميلة منهم، انهم يكونوا عندهم الشغف واللهفة في انهم يدعموا المجلس ويدعموا المهنة ويدعموا الوطن. يعني جميل. طيب ونحن في الخواتيم دكتور، المشاريع اللي اتعملت او اللي انتم عملتوها في الفتره الاخيره، وكمان المشاريع اللي انتم عايزين تعملوها لقدام. والله المشاريع الاخيره انا بفتكر ان اهمها هو التحديث بتاع المناهج ومراجعه القانون بتاع المجلس واللوائح كلها عملنا لها تحديث، والانتقال من الامتحان الورقي للامتحان الالكتروني، الانفتاح على العالم والشراكات. يعني بقت شراكاتنا ما شاء الله حاجة كبيرة جدا جدا، وده أدانا اعتراف كبير جدا جدا. علاوة على انه المشاريع المستقبلية هسه نحن بنعمل مع خريجيننا في قطر، لانه نعمل مركز بتاع امتحانات الكترونية، نعمل مكتبات الكترونية، لانه نحن عندنا 40% من النواب اللي بيتدربوا عندنا بيشتغلوا في الولايات في المناطق اللي ذكرتها هذه، وبالتالي عايزينهم يكون عندهم حظ وافر برضو زيهم زي الناس الموجودين في الخرطوم، يلقوا المراجع ويلقوا المكتبات. عشان كده حيتعمل مكتبة إلكترونية، القاعد في دونقلة والقاعد في نيالة والقاعد في خرطوم يكونوا واحد. علامة على إنه ما يسمى بمركز المهارات. مركز المهارات ده طبعا حاجة متطورة جدا جدا، بقت في التعليم الطبي، ونحن هسه شغالين فيه على اساس انه يتم ان شاء الله انشاؤه وبصوره جميله. وده فيه فائده كبيره جدا، انه بجنب المريض الاخطاء والسلامه، يعمل على سلامه المريض، لانه المتدرب بيقدر يعمل الحاجات في الاجهزه قبل ما ينتقل للانسان، يعني زي المناظير زي الجراحات يعملها في مركز المهارات ده اولا، بعد ذاك حتى أن يمشي يعملها في جميل الانسان. جدا. ونتمنى من الله اننا نقدر نوفق في اننا جميل جدا. ما طبعا يعني اللي دامن علي وان انت ضيف معي استاذ شادول، لازم نعرف على اتجاه اخر جديدك في الشعر، شنو ودعنا بنف جدا. اودعكم ب من يومي اللي عرفتك ببدأ بك يومي، بلقاك في سعادتي وفي أشتات همومي، في تفاصيل نهاري وفي دفاتري ورسومي، وبيك أيامي تصفو وتتبدد غيومي، يا ساكن دواخلي وما نحني الأمان، بيك صالحت نفسي وصافحت الزمان، وعانقت الأماني ووالفت الحنان، وابتسمت حياتي قبال الأوان. روحي بتهفو ليك يا الخلقوك وليفة، يا اللي بتحس شقاها، يا النفحة اللطيفة، يا نسمة خريفة، يا صيفة ومصيفة، تعلمت منك إنه الحب سلام، وإنه الريض قناعة ومسلك واحترام،
اتعلمت منك انه الحب سلام، وانه الريت قناعه ومسلك واحترام، وفي حضره عيونك كم يحلو الكلام، بيك كانت بدايتي وبيك مسك الختام، قبلك ما عشقته وبعدك ما بريد، كل الحاضر انت والفات والجديد. يا سلام. ده خير ختام لفقرتنا دي. احنا والله بنتمنى لكم التوفيق في المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه، ومزيد من النجاحات، واللي بالتاكيد هي بتصب في مصلحه يعني تطور الطب السوداني. شاكر لك الشاعر والدكتور احمد فرح شادول، الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه. شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز علينا. شكرا لك. اشكر لك جدا هذا اللقاء الجميل، ولاسره النيل الازرق، واذكر الناس بانه الامتحان القادم حيكون يوم السبت 4/3 باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بس نتواصل معكم فاصل اعلاني من بعد ما نرجع.